الجليل في الرساله ديالو كيقول لك دكتور ودغيري كيف معوتين انت والاخت عفاف دائما على الصراحه ديالكم. بغيت نعرف منك تحديدا واش لي كورتيكويد مع المده كيقدروا يسببوا في مشكل السرطان؟ نهائيا واش كاين لكم علاقه ما بين السرطان واستعمال لي كورتيكويد لمده طويله؟ باش نجاوب سي عبد الجليل اكثر من هذا، مجموعه ديال الاورام ديال السرطان العلاجات ديالهم كتضمن لي كورتيكويد، عدد كبير الاغلبيه ما قلناش اغلبيه اورام كيتعالج لي كورتيكويد، لان كنقصوا درجات الالتهاب وكيعندهم مفعول كبير على بلينا كنقولوا السرطان راه كاين التهاب على مستوى الجسم، كاين الم على مستوى الجسم، وهاد لي كورتيكويد العكس كنعطيهم باش كينقصوا الالم وباش ينقصوا التهابات. العكس ما كاين حتى شي يعني حتى شي خطر حتى شي علاقه بين لي كورتيكويد والسرطان. العكس اكثر من هذاك العلاج كيكون كيتضمن غالب الاحيان ومجموعه ديال الامراض ديال الاورام كيتضمن لي كورتيكويد، يعني هاد المساله ما يفكرش فيها نهائيا. نعم. ربما بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم مرض مزمن وكيكون العلاج لي كورتيكويد كيتخوفوا من هاد المساله. نعم. بزاف دكتور بدغيري، ربما كاين الناس اللي كيوقفوا لي كورتيكويد خوفا لا قدر الله من الاصابه بالسرطان. لا نعم، مزيان هذا السؤال باش ناكدوا. نعم. هاد المساله هذه نهائيا ما كاينش شي علاقه نهائيا بين لي كورتيكويد وبين السرطان. العكس قلنا كنعطيوه في العلاج اللي كان تخوف واللي كيخص الناس يعرفوا اللي كيستعملوا لي كورتيكويد هو تاثير هاد الهرمون هاد الادويه على الغده الكظريه. هذه اللي خصنا نعرفوها. نعم. الغده الكظريه كتوقف على العمل، لان الغده الكظريه من ضمن المهام ديالها كتنجم مجموعه ديال لي زهرمون من ضمنها الكورتيزون. فملي كنبداو نتناولوا الكورتيزون الغده الكظريه كتوقف، لان في الجسم كاين علاش هي غتشتغل. نعم. كتوقف على العمل، كتبقى مده شهور او سنوات متوقفه. ملي جينا وحبسنا عليها لي كورتيك بواحد الطريقه اللي هي يعني مفاجئه. نعم. ما كترجعش للعمل ديالها حتى يخسر الوقت. او كتفشل كتولي. فهنا كنتخوف من الفشل ديال الغده الكظريه. ولي ما كانش الكورتيزون في الذات فالانسان يقدر يتصاب بنوبات بانخفاض حاد ديال الضغط الدموي، يقدر يتسبب فقدان الوعي، يقدر حاله وفيات كاينه في لانسيون سورنالون ايغو، يعني الحاله الحاده ديال الغده الكظريه. فهذا هو التخوف الكبير. زيد على هذا تداول الكورتيكويد بطريقه عشوائيه بدون استشاره الطبيب بواحد الكميه اللي كبيره كتعطينا مضاعفات اللي كنعرفوها تكلمنا عليها، مشكل السكري او ارتفاع الضغط الدموي او هشاشه العظام او نقص من المناعه وبالتالي يكون تعفنات ومشاكل اخرى تبان بعد.